أن أكون. عرض المعلم أمام التلاميذ مشهدا عن الصناعات الموجودة في المملكة العربية السعودية قديما وحديثا، ثم قال لهم أن إن الوطن في انتظاركم لتسهموا في بنائه فليتحدث كل واحد منكم عن مهنتي التي سيختارها عندما يكبر. أنا أرغب أن أكون طيارا أحلق بالطائرة لأنقل المسافرين. ابتسم صالح وقال طيارا ألا تخاف من الطيران في الجو؟ رد فواز بسرعة لا، فقد سافرت مع أسرتي إلى بلدان كثيرة وعندما أكبر سوف أزور بلدان العالم إن شاء الله. وأنت يا صالح ماذا ترغب أن تكون؟ سكت صالح مفكرا ثم قال أنا أرغب أن أكون مهندسا معماريا أسهم في بناء وطني. نظر المعلم إلى حازم وقال لقد تحدث جميع إلا أنت يا حازم، فماذا تحب أن تكون؟ رد حازم بفخر وسوف أكون رجل أطفاء أخمد الحرائق لأنقذ المصابين. المعلم كل المهن نافعة يا أبنائي، فالوطن يحتاج المعلم والطبيب لأنقذ المصابين. المعلم كل المهن نافعة يا أبنائي، فالوطن يحتاج المعلم والطبيب والمهندس والطيار ورجل الأمن ورجل الإطفاء والحدار والنجار والفلاح، وهؤلاء جميعا يسهمون في بناء الوطن وتقدمه.